السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. القضايا التي لا يسمح لها بالعفو الملكي الجديد 1443 هجرية. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. هناك بعض من القضايا المستثنى من العفو الملكي السعودي الجديد، تتمثل هذه القضايا في التالي: القضايا المتعلقة بالذات الإلهية وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، قضايا متعلقة بأجهزة أمن الدولة، القضايا المتعلقة بالاغتصاب وقضايا التزوير، قضايا التزوير سواء وثائق سعودية أو عملة أو أختام وصكوك، القضايا المتعلقة بالقتل المتعمد وقضايا النصب والاحتيال، قضايا حيازة أسلحة نارية والرشوة وقضايا الخيانة، القضايا المتعلقة بالنصب والرشوة والاحتيال، جميع القضايا الصادرة من الجهات العسكرية، قضايا الفساد المالي والإداري وقضايا غسيل الأموال، جرائم الإرهاب والشذوذ والدعارة، قضايا القيادة تحت تأثير المخدرات. متابعينا، أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.